اهلا ومرحبا دكتور سعيد سلام الباحث في العلاقات الدوليه، منورنا كالعاده في استديو التاسعه. دكتور مرحبا، ما هو حديث الساعه في كييف؟ الصمود الاوكراني مستمر مع تحرير اجزاء جديده من الاراضي الاوكرانيه المحتله، والشعب الاوكراني مستمر في دعم حكومته من اجل الانتصار في هذه الحرب العدوانيه ضد الشعب الاوكراني والدوله الاوكرانيه والقوميه الاوكرانيه. ما شاء الله عنك دكتور، بالإضافة لنورك ونور الخريطة، خريطة فلسطين وراك، جاي الكهرباء عندك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يعني الضربات الصاروخية الأخيرة شو فركش؟ بالطبع لا، طبعا تم استهداف اليوم العديد من محطات الطاقة الكهربائية وأيضا محطات الكهربائية، ثلاث محطات تم استهدافها. نعم. وكان هناك طبعا خسائر، لكن طبعا يجب القول أنه حسب الإعلان الذي أصدرته القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخ بعيد المدى صباحا، استطاعت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 44 منها. طبعا باقي الصواريخ وصلت إلى أهدافها وأدت إلى أضرار كبيرة في المحطات التي في محطات الطاقة ومحولات الطاقة، وهذا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة في الأراضي الأوكرانية. هذا من ناحية، من ناحية ثانية أدى هذا أيضا إلى انقطاع الماء المياه في مدينة كييف على سبيل المثال، حيث أنه حتى الآن يوجد بعض الأحياء التي لم تصلها المياه منذ الصباح بعد الاستهدافات الصباحية. لكن من ناحية أخرى يعتقد الجانب الروسي أنه بهذه الاستهدافات سوف ينهار المجتمع الأوكراني وسوف يضغط على الحكومة الأوكرانية والقيادة السياسية. وهنا سؤالي بالتحديد دكتور سعيد، كل يوم من هذه الحرب كل ساعة تثبت بأن زيلنسكي ورطكم وورط أوكرانيا، كيف هو ورط أوكرانيا؟ هل هو الذي هاجم روسيا أم أن روسيا هي التي قامت بالاعتداء على أوكرانيا؟ يعني هكذا يعتقد البعض أنه زيلنسكي استفز روسيا، لم يهادنها ومن أجل ذلك ورطها، ورط أوكرانيا. يعني خطاب الرئيس بوتين الأخير في المنتدى فالداي، نعم، كرر فيه بعد مرور 8 أشهر على هذه الحرب نفس الذرائع التي أراد من أجلها احتلال والعدوان على أوكرانيا، وهو أظهر للجميع أنه لا يستطيع أن يتحمل وجود دولة اسمها أوكرانيا جارة لروسيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما قام بالإعلان أن الضامن الوحيد للدولة الأوكرانية هي روسيا، هذا يعني وأن روسيا هي التي أنشأت الدولة الأوكرانية، هذا يعني أن حربه ليس لها علاقة بأي ذرائع أخرى يمكن أن يتلطى خلفها، أو مثل الصراع مع الناتو والصراع مع الولايات المتحدة وغيرها من الشعارات حول إنشاء يعني عالم متعدد الأقطاب. لذا فإن يعني حتى لو رضخت من البداية القيادة السياسية الأوكرانية لجميع المطالب الروسية، رغم أنها كانت مستعدة لنقاش جميع النقاط، ولكن ليس على حساب سيادتها وخيارات شعبها طبعا، ولكن المخطط. بس دكتور سعيد، دكتور، روسيا من خلال هجمات الصاروخية الأخيرة ألا تثبت مرة أخرى بأنها قادرة على إرضاخ كييف؟ بعد مرور 8 أشهر من هذه الحرب والخسائر الكبيرة التي يتلقاها الجيش الروسي ولا يستطيع الحفاظ على الأراضي التي احتلها خلال 2 أو 3 شهر من بدء الحرب، وهو الآن يتراجع على جميع الجبهات، وطبعا الجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية لن ترضخ جراء استخدام هذه الصواريخ البعيدة المدى أو الطائرات المسيرة. والشعار الذي تم رفعه عملية الأسبوع الماضي من قبل الشعب الأوكراني أننا يمكن أن نعاني هذا الشتاء بدون كهرباء وبدون تدفئة وبدون ماء. أضف على أنه يا دكتور أسقطوا معظم الصواريخ، صح ولا لا؟ ولكن لن نجلس يوما واحدا تحت الحكم الروسي.
معاني من البرد وانعدام الكهرباء والماء، ولكن لن نبقى يوما واحدا تحت الحكم الروسي. هذا الشعار رفعه الجيش الشعب الأوكراني وليس القيادة الأوكرانية. لذا واستطلاع الرأي الأخير كان يظهر أن 86% من المستطلع أراءهم هم مع استمرار المقاومة والحرب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي الأوكرانية المحتلة. لذا فإن لا يوجد خيار أمام القيادة الأوكرانية السياسية أو العسكرية حاليا للتراجع، لأن الشعب الأوكراني سيقوم مباشرة بإسقاطها والمقاومة بنفسه.